تعال نروح على اجتماع الأردن. اجتماع الأردن لوقف أو لبحث وقف العدوان على قطاع غزة، الرفض التام لسياسة العقاب الجماعي، ده موقف مصري ثابت وأظنه أنه موقف عربي أيضا شامل جامع. بينطلق اجتماع الأردن وبمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. معانا على التليفون الدكتور منذر الحوارات، المحلل السياسي الأردني وعضو مجلس إدارة جمعية الشؤون الدولية بعمان. أهلا بك يا دكتور منذر. أهلا وسهلا أستاذ، كيف الحال؟ أهلا بحضرتك دكتور منذر. يعني بالتأكيد أن دول التماس، لو صح هذا المصطلح، يعني هي دائما المعنية بأكثر الأحوال بمسألة ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، وخاصة في هذه الكارثة الأخيرة وهذا العدوان الوحشي على قطاع غزة. بيجتمع وزراء الخارجية وبحضور أيضا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. يجي هنا السؤال، هل العالم عنده استعداد حقيقي لوقف هذا العدوان الوحشي والحفاظ على المدنيين؟ التفرقة ما بين ما الإسرائيليين اللي بيتكلموا عليه مسألة حق الدفاع عن النفس وما بين سياسات العقاب الجماعي. نعم، للأسف أستاذي لا يبدو أن العالم يتعظ من الدروس السابقة. بعد 7 أكتوبر إسرائيل أصابها الجنون حقيقة، وهي والولايات المتحدة، وبدأوا لا يفرقوا ما هو مدني وما هو عسكري، وقرروا إنهاء حماس، وذلك من خلال إنهاء أيضا الدعم الفلسطيني الغزي لهم، وكانت نتيجة ذلك عملية تدمير هائلة لا حدود لها. أنت تحكي الآن عن 10,000 شهيد وآلاف الجرحى. خلينا بنقطة الدفاع عن النفس. فكرة الدفاع عن النفس تنطبق على الفلسطيني أكثر مما تنطبق على الإسرائيلي. صحيح. لأن الفلسطيني محتل من حوالي عقود من الزمن، وغزة بالذات محاصرة من تقريبا 16 عام، وهم في حالة يرثى لها، ووضعهم الصحي ووضعهم الإنساني سيء جدا. وهم حينما يقاوموا، هذا حق كفلته القوانين الدولية، وما في مقاومة حقيقة تجي بالورد، ما في محتل يقاوم من يحتل بالورد، يجب أن يقوم بعملية عسكرية. هاي المقاومة عنفية، إرهاب المقاومة، هي هيك. الآن بالنسبة لإسرائيل، هي دولة محتلة لا ينطبق عليها صفة الدفاع عن النفس، لأنه دفاعها عن النفس حتى يحصل يجب أن تنهي الاحتلال. بعد ذلك إذا اعتدى عليها الغزيين أو الفلسطينيين يقال أن هذه العمليات غير مشروعة، ولكن العالم والولايات المتحدة قلبت الموازين حقيقة، قلبتها تماما. إذا أصبح يحق لإسرائيل أن تقتص من المدنيين وتقتلهم في سبيل الحصول على حماس، بينما لا يحق للفلسطين أن يقتل الإسرائيليين ويقتص منهم في سبيل الحصول على حريته. هنا المعادلة المعقدة اللي تفرض القوة والغطرسة هيمنتها على العالم. يعني بلينكين الآن جاء، أول ما جاء إلى إسرائيل قال أنا آتي كيهود كصهيوني، كيف يمكن فيما بعد أن أقبل أنطوني بلينكين كوسيط لو لم تكن هيمنة الولايات المتحدة على العالم؟ وبالتالي هنالك انقلاب هتام في المعايير. لا تزال إسرائيل تقصف الغزيين، لا تزال تدمرهم في كل دول العالم. لو قصفت مستشفى أو مسجد أو جامع أو كنيسة لقامت الدنيا ولم تقعد. الآن في هذه اللحظة، في يوم زيارة بلينكين لعمان، قصفت 3 مستشفيات وخرجت مستشفيين عن الخدمة. وأتخيل أنه العالم بات يستجدي الوقود، بات يستجدي الطعام، وهذا اسمه بالقانون الدولي، لو في قانون دولي يطبق اسمه عقاب جماعي. انت مثلا انت بدك تقتص من حماس، بدك تدمر حماس، يا اخي روح دمر حماس، لكن ما ذنب المواطن والطفل الفلسطيني يدفع اسمه؟ لانه اسرائيل قررت ان تفت من عضد حماس من خلال قتل المواطنين الغزيين اللي يحتضنوا حماس ويدافعوا عنها ويعتبروها مقاومه. ارادوا الاسرائيليين ان يؤلم الاباء، ان يؤلم الاباء بالابناء، لانه ما في شيء يوجع قلب الاب الا ابنه.
وبالتالي حينما يشاهد ويقتل أمام عينيه بدم بارد، بالتالي سيثور هذا الأب على حماس وسيثور على وضع المقاومة. ولكن اللي حصل حقيقة يعني ما حصل مع وائل الدحدوح كان عبارة عن درس يتعلم العالم، ولكنه لم يلقبه. رجل قتل، استشهد أبناؤه وزوجته، وثاني يوم كان على الهواء ينقل أحداث غزة. هذه كانت رسالة إلى أنه إحنا الغزيين أبنائنا أنفسنا أبهاتنا أمهاتنا هم فداء لوطننا. هذا درس يعلمون فلسطينيين للعالم، وللأسف إسرائيل والولايات المتحدة لا يريدان أن يتعلم ولا يريدان أن يدرك أن الحل للقضية الفلسطينية ليس بالعنف ولا بتدمير الشعب الفلسطيني ولا بتهجير. الحل الحقيقي هو لإعطاء هذا الشعب حقه في أن يقيم دولته ووطنه، ولكن لا أحد يريد منه. طيب دكتور منذر، يعني ما يحدث على مرأى ومسمع من كل المجتمع البشري من أقاصي في كل أقاصي الأرض، مشارقها ومغاربها شمالها وجنوبها، إذا ما الذي يدفع عواصم القرار أو الحكومات الكبرى في العالم للسكوت عن هذه الكارثة؟ الشعور بالذنب يا أخي. الأوروبيين ارتكبوا بحق اليهود جريمة فظيعة، وهم كفروا عنها ليس من مما لديهم، كفروا عنها بأراضي الغير بفلسطين، أعطوها لليهود على أمل أن يخلصوا من هذا الصداع الأبدي في المجتمعات الأوروبية. وهم يخشون الآن إذا منهارت إسرائيل وتفتتت أن تعود المسألة اليهودية من جديد. وأصلا المسألة اليهودية ظهرت مثل يهودية، يعني هي مسيحية يهودية، وكان غاية المسيحية أيديولوجي وغاية اليهودية أيضا أيديولوجي. وبالتالي الآن عندما تتفكك هذه الدولة وهي قادمة، هذا ليس ببعيد على فكرة، يعني هي الآن ما ظهر من حجم الهشاش الموجودة في هذه القوة اللي احنا كان الناس كلهم يخافوا منها تثبت انه هي ادعاءات رسموها للناس. انا لا اريد ان اتفائل، ولكن هي ليست دولة لا نهاية. تتذكر لما كان نتنياهو يحكي انه العقد الثمانين اجعى دولة اسرائيل وانا ساحاول ابقاها، لماذا كان يقول ذلك؟ ولا يقول ذلك لانه متيقن انها ستنتهي، لا، وكان يقول ذلك ليستحس الأوروبيين والغرب والمسيحية الاستمرار في دعم إسرائيل التي لن يأتي المسيح إلا بإقامتها. وبالتالي هو يجيد استخدام التفاصيل لمصلحة هدف سياسي. طب ولماذا يقبل العقل السياسي العربي الغربي أنا آسف لماذا يقبل العقل السياسي الغربي هذا الخطاب الطائفي، هذا الخطاب الديني، هذا الخطاب المتمذهب، في حين أن احنا بنتكلم سياسة؟ يعني هم بيرفضوا قيام دول دينية على أي أساس ديني في أي منطقة في العالم، لكن عندنا هم بيقبلوا ذلك. يعني مسألة هذا الخلل في الخطاب، الناراتيف زي ما بيتقال كده عندهم مختل. هم يكذبون. هم أنا ليبرالي، ليبرالي تماما طبعا. ومع ذلك هم يروا أن الطرف الآخر في صراعهم ما هو الحضارة العربية الإسلامية، لديهم إرث من العداء معهم، وبالتالي هم يعتبروها ندة لأن لديها إمكانيات عسكرية لوجستية مذهبية أو أيديولوجية كاملة متكاملة تكون ندا للحضارة الغربية. وبالتالي هم تخيلوا وتصوروا بعد ابن لادن أنه كل هالعرب والمسلمين أعداء لهم، وأنه كل هذولا يجب أن يحاربوا تحت اسم مسلمين، ومسلمين خطر على الحضارة الغربية، وهم يعتقدوا أن إسرائيل ستكون واحدة من أدواتهم في هذا الصراع، علما بأنه أسباب الغضب على الحضارة الغربية وأسباب تفجر الحقد والكره لدى المسلمين والعرب هو وجود إسرائيل. لو لم يدعموا إسرائيل ويحتلوا الأراضي الفلسطينية ماذا كان يضيرني أن أحب أو أكره أمريكا؟ لكن عندما يأتي أنتوني بلينكين ويقول من سلم الطيارة أنا بدي أدعم إسرائيل وأنا يهودي وأنا صهيوني، كيف لي أنا المواطن العرب البسيط اللي أستمع هذا الخطاب أن أحب أمريكا ووزير خارجيتها وأن أدافع عنها وأن أكون صديقا لها؟ بالعكس تماما، وخلق لدي حالة من الكره والغضب لأمريكا يمكن أن تعبر عن نفسها بأشكال كثيرة، منها الإرهاب
ومنها التدمير الذاتي، حتى العرب والمسلمين اصبحوا يدمروا انفسهم ذاتيا حتى لا لانهم لا يريدوا ان يلتمسوا مع هذا الغرب علاقه، وبالتالي هذه الازدواجيه اللي مش قادر امريكا تفهمها، ليش تكرهونا؟ احنا ما بنكره امريكا ولا الشرق يكره امريكا، بالعكس اول دوله اعترفت بامريكا هي المغرب، وبالتالي هناك علاقه تاريخيه بين انقطع الاتصال مع دكتور منذر، لكن وجهة النظر واضحة جدا، وده يمكن اللي بيخلي الواحد يقعد يطرح طول الوقت يمكن سؤالين بالنسبة لي على الأقل. إزاي وزير خارجية بتاع أكبر دولة في العالم من حيث العسكرية، هي أقوى دولة عسكريا، أكبر اقتصاد موجود، أكثر دولة صاحبة نفوذ سياسي في العالم، يتحدث بخطاب طائفي وإحنا بنتكلم على كارثة سياسة؟ يعني ازاي اتكلم بخطاب طائفي وانا اتحدث عن كارثه سياسيه بتحصل وكارثه انسانيه فتحدث بخطاب طائفي؟ ده في حد ذاته خلل ونقطه ضعف، ومن الممكن الدخول من خلالها بالمناسبه عندما نجلس في وقت من الاوقات على موائد المفاوضات لبحث حل الدولتين. من ناحيه تانية، هو على ما يبدو انه افكار سامويل هانتنجتون المتعلقة بصراع الحضارات واضح أن هذه الأفكار بتنفذ فعلا على الأرض، يعني البعض في مرحلة ما سخر من أفكار الرجل، البعض قال أنه هو يضخم المسألة أكثر مما يجب، لكن الواقع بيقول أنه لأ،